اوضحها. هذه ما لا يمكن تصديقه انها تفوت والهدف الاول للوكرة. الوكرة يعاقب الريان على تضييع الفرصة الماضية ويستطيع الان ان يسجل هدفه. الهدف الاول عن طريق سيباستيان سياسي سجل الهدف الاول. شوف لعبة ممتازة الوكرة بالكعب. المحاولة كانت رائعة جدا للوكرة، فيها مجهود كبير من حسين ياسر بصراحة. يلعب عند فابيو. الكرة كانت من دا سيلفا. المحاولة لدا سيلفا مرة ثانية والهدف الثاني. أغرق الغرقان أكثر يا دا سيلفا، غرق الريان أكثر يا دا سيلفا. هدف ثاني لصالح الوكرة، هدف ثاني للوكرة. من جديد مايكل سوزا دا سيلفا ينجح في تسجيل هدف للوكرة ويسجل الهدف الثاني، وبالتالي تصبح النتيجة بهدفين دون مقابل في المباراة. والوكرة كأنه يعيد سيناريو العام الماضي مرة أخرى حينما جاء ضيفا على الريان في هذا الملعب في آخر مباراة جرت بين الفريقين وفاز. تباتا لعب كرة، الله، تباتا ينجح في تسجيل هدف رائع جدا. بالمناسبة هو أول أهداف الريان في الدوري، أول أهداف الريان في الدوري جاء مثاليا، جاء رائعا للغاية من مسافة بعيدة من تباتا. الكرة الثابتة من مسافة بعيدة، تباتا ينجح من تسجيلها. شوف الكرة مرة ثانية، تباتا يا سلام يا سلام. تباتا يحل كل المشكلات. قلت بأن الفرق التي مستوى جيد ما زال يحافظ على بعض لمساته. هذه كرة ملعوبة ممتازة لدا سيلفا، دا سيلفا ثلاثة، خلاص الوكرة ينهي على الريان ويجز على الريان. سوزاس دا سيلفا يسجل الهدف الثالث، وبالتالي يطلق رصاصة الرحمة على الريانيين ويسجل هدف الانتصار الهدف الثالث. ألف مبروك للوكرة هذا الانتصار وهذا اللعب الجميل. مايكل سوزا دا سيلفا أحد أسباب النجاح بعد توفيق الله. مايكل سوزا دا سيلفا اللي قدم مباراة رائعة جدا.